كل مكان جديد بزوره في مصر بيخليني أكتشف إنها أجمل مما كنت أتخيل. وبرغم كل الجمال اللي شفته فيها واللي لسه بكتشفه، أجمل حاجة بالنسبة لي بشوفها في مصر هم ناسها. دي نورونا والله. السلام عليكم. فيديو النهاردة في بحيرة البرولوس، وبالأخص قرية الشخلوبة، عشان نستكشف أجمل جزيرة مهجورة في مصر، واحدة من أشهر الجزر اللي موجودة في مصر في بحيرة البرولوس عند قرية الشخلوبة، ونقابل الصيادين ونحضر مزاد السمك. ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك فيها، وخلوني أوريكم اللي ما شفتوش في مصر. فيديو النهارده من بحيره البرولوس، وبالاخص من قريه الشخلوبه اللي احنا واقفين قدامها دلوقتي. واللي ورانا دي جزيره من اشهر الجزر اللي موجوده في مصر، هتلاقي صورتها منتشره جدا على جوجل، وناس كتير مش عارفه هي موجوده فين. فهي موجوده في بحيره البرولوس، ومرتبط اسمها باسم قريه الشخلوبه. بس قبل ما نبدا فيديو النهارده، عايز اشكر راعي فيديو النهارده، هو تطبيق جيم فور مي. هو تطبيق خاص بارسال الرسائل الصوتيه والنصيه وكمان المكالمات المرئيه، فتقدر تعمل لقاء مع اصحابك او مع زملائك في العمل، ممكن يوصل ل 1000 مشترك في نفس المكالمه، تقدروا تتكلموا لكم فيديو مع بعض. وكمان في خاصيه ان انت تقدر تترجم الرسائل اللي جايه لك. يعني انت لو بتتكلم مع حد اجنبي او حد مش من لغتك، تقدر ان انت تترجم الكلام ترجمه فوريه، وتقدر تتواصل مع اي حد. والمميز فيه ان هو مش بس تطبيق خاص بالتواصل، ولكن تقدر تعمل قناتك الخاصه تنشر عليها محتواك الخاص، وانت عندك اي محتوى يقدر يشوفه كل الناس اللي بتستخدم التطبيق ده. وكمان عليه ماركت بليس، لو انت عندك منتجات او بتبيع منتجات تقدر تعرض منتجاتك على التطبيق. فهو مش بس تطبيق لرسائل الرسائل، ولكن تطبيق تقدر تعمل من عليه كل الانشطه اللي انت بتعملها من تطبيقات كتير جدا. فهحسب لكم تحت الفيديو لينك تحميل التطبيق، تقدر تحمله من على iOS وبلاي ستور وكمان ويب، فهحسب لكم لينك التطبيق تحت. وخلونا بقى نبدا الفيديو وناخد جولتنا في بحيره البرولوس. ولو انت اول مره موجود في القناه، ما تنساش تشترك في القناه وتشغل جرس التنبيهات، ويلا بينا نبدا الفيديو. بحيره البرولوس تابعه لمحافظه كفر الشيخ، وموجوده في اخر نقطه في الدلتا قبل البحر الابيض المتوسط. والدلتا تعتبر أكتر مكان أخضر في مصر، وأرضه هي أكتر أرض صالحة للزراعة. في طريقنا وإحنا بنلف حوالين البحيرة، كان في مزارع فاكهة كتير جدا على طول الطريق، فقررنا نخش مزرعة من المزارع عند خالد ونجرب فاكهة البرولوس. استوية خلاص. هشام المانجا أعرف نوعها إيه؟ دي زبدية. معروف. انتوا عامة البرولوس هنا ايه اشهر الفواكه الموجودة في البرولوس؟ هو يعتبر العامل الاساسي واول حاجة هنا محصول البرولوس كله اعتماده على المانجا. مشهورة برضو بالبلح البلح موجود، البلح والمانجا والعنب، وموجود كل حاجة. بس ده موسم البلح دلوقتي؟ البلح موجود. هو ده ايامه دي خلاص، بس لسه ما بداتوش تلم البلح. يعني في ناس هتبدا بقى من بكره، من الاسبوع الجاي. انت هنا بتبيع على طول الناس ولا هنا بنودي سوق الجمله؟ انت بتتعامل مع تاجر هناك؟ انت الكيلو من عندك بيطلع بكام بقى؟ هو في الكيلو في الوكاله اصلا بيتراوح من 13 لحد 15. قطعي بقى بره ممكن 25 30. يا جماعه بقى تكون مستويه شويه. عبد الرحمن بقى ايه من البرولوس، فهو المتكفل بينا النهارده، هيلففنا ويفرجنا على كل الاماكن الموجوده في البرولوس وبالذات الشخلوبه، لان هو من هناك اصلا. نشوف الشخلوبه ونتغدى هناك ونقعد ونستريح ونشوف الصيادين والمراكب، ونصحى بدري نشوف الشروق في البحيره. ان شاء الله يبقى وقت جميل. يعني خدنا مانجا زبديه طبيعيه من ارض البرولوس. مانجا بصراحه كده، بص يعني ايه، هناكلها ونتحرك عشان نصلي الجمعه، وبعد كده نروح على اول مكان معانا وهو الكوم الاحمر، وبعد كده برج البرولوس، وبعد كده نطلع على الشخلوبه. في طريقنا احنا رايحين على قرية الشخلوبة، قررنا اننا نقف في كذا مكان ونستكشف الاماكن المميزة في كل مكان بنعدي عليه واحنا ماشيين. طبعا احنا دلوقتي على الكوم الاحمر او التل الاحمر، تمام، بمنطقة الكوم الاحمر في البرولوس. التل ده تل اثري تبع حي الاثار. يعني ايه تل اثري؟ يعني ممكن يكون كان مدينة رومانية او فرعونية او قرية فرعونية، ولكن مع الزمن طبعا اتهجرت، فحصل فيها الايه، زحف الرمال او زحف التربه عليها. برغم ان احنا دلوقتي في البرولوس، والبرولوس طبعا من اكبر البحيرات اللي موجوده في مصر، تقريبا تاني اكبر بحيره في مصر، وقريبين جدا من البحر، ولكن يعني تحس ان احنا وسط الصحراء. اهل البلد بيستخدموا المكان ده كاستراحه لهم. يعني يوم شم النسيم بتلاقيهم كلهم فرشين هنا وسجاد وبيعملوا شاي على الرقيه وقاعدين وخيم، ده كان متنزه لهم. اللي فوقنا دي كده شجره جميزه، شجر هنا
عمره ممكن يعدي ال 200 سنه، واللي انا قاعد عليه ده مش الشجره، اللي انا قاعد عليه ده الجذر، لان شجر الجميزه ده الجذر بتاعه بيكون حاجه اسمها جذر هوائي، فالجذر بيتكون فوق الارض، وطبعا مع مرور السنين يعني عشرات السنين ممكن فوق ال 100 سنه 200 سنه فهتلاقي الجذر بقى حجمه عامل زي الشجره. اخر وقفه معانا قبل ما ناخد مركب وندخل البحيره هي مدينه صغيره على البحر، وقبل ما تكون مشهوره بالرسومات الفنيه اللي هتشوفها على المباني بتاعتها فهي مشهوره بصناعه المراكب واليخوت، وفيها هتلاقي البزاغ اللي هو المضيق اللي بيوصل ما بين البحر الابيض المتوسط وبحيره البرولوس. دلوقتي كده وصلنا عند عند المايه، ده شط مدينه برج البرولوس، وهي مدينة مشهورة جدا في منطقة البرولوس كلها، وهي عبارة عن شريط ما بين البحر المتوسط وبحيرة البرولوس اللي بتعتبر تاني أكبر بحيرة موجودة في مصر. الأسود اللي في الرملة ده مش وساخة، ده رملة سودة أصلا نادرة جدا في العالم، يعني مفيش شواطئ كتير في العالم بيكون فيها الرملة السودة دي، فدي معادن، معادن بيستخلصوها من الرملة دي يطلعوا منها المعادن، وفي حاجات بتتصدر وفي حاجات مصر بتستخدمها، فالأسود اللي في الرملة ده دي يعني حاجة قيمة جدا. الشبك اللي محطوط على طول الشط ده يعني ده اللي بيصطادوا بيه سمان، فبيسيبوا الشبك كده منصوب طول الموسم بتاع الطيور وهي رايحه جايه، فالطيور بتبقى جايه من البحر ورايحه على البحيره، تيجي بقى تلاقي الشبك ده قاعد مستنيها، يجي راجل الصبح يشوف كده ايه الشبكه مسكت له كام طير ويشوف بقى رزقه ياخده، اما يروح ياكله اما يروح يبيعه اما يربيه اللي هو عايزه. السلام عليكم. يستحمل الاوزان بتاعتي ده؟ تعال يا عم. السلم مش المركب. المركب ده خشب. اول ما بيتعمل بيتعمل عبد توت. خدت بالك؟ حسب الزبون. خدت بالك؟ المركب ده بقى له 3 سنين دلوقتي. 3 سنين بيتبني. جيت عليه كورونا وبتاع. ده عشان وقف في النص ولا؟ وقف. وقف دي سنه. تمام. خدت بالك؟ بس ما شاء الله دلوقتي يعني الهيكل شكله خلاص يعني ان شاء الله بيشطب خلاص. ما هي البرولوس معروفة برضو، خلي بالك على مستوى العالم كله. ما هي الحاجات دي طبعا في ناس بتيجي تشتري من مصر بتتصدر يعني. كل حاجة بنودي ليبيا وتودي كل حتة، تودي الكويت السعودية في أي حتة أنت عايزها. اللي اتعلمته من الرحلة بتاعت بحيرة مصر إن أنا وأنا رايح أصطاد سمك آخد معايا السمك بتاعي عشان محدش عارف الظروف. اصطادنا ما اصطادناش يبقى معانا الأكل كله. ما لحقناش يا رفرية. فإحنا واقفين هنا مستنيين سمك، في سمك جاي طازة دلوقتي طبعا المنطقة هنا كلها سمك، بس إحنا اتأخرنا. معلش الساعة 3:30 العصر. فهناخد شويه سمك حلوين كده وناخد المركب ونطلع على الشخلوق. انتوا عايزين حضرتكم ايه؟ بولت جامد ده. افتح لنا بقى الخياشيم بتاعتها كده. لا ده السمكه دي حيه. السمكه تشوفها كده؟ تلاقيها حيه. لو عينيها في كلمه؟ تلاقيها حيه. هجيب لك كلوت، هتعمله ايه سنجاري ولا مقلي؟ هنقطعها هنعملها صغيره. بس بتنضف الاول. ليك بقى ما تصغرنيش بقى. جميل. هجيب لك قروسه كمان عليها؟ بلاش الصغير. يا حلو. بص انا في السمك يعني. لا ما خبير. بص ما انا عايز افرج الناس عشان تعرف ان هي طازه. بص لا لا السمكه حضرتك بعد اذنك يا استاذ. ايوه السمكه حضرتك ديت لما بتلمح كده وناشفه ايوه تبقى حيه. حط لنا واحده لكن طريه طريه وبتتلون في الجنبين كده تبقى مريحه بقى لها كام يوم. بقى لها كام يوم دي نورونا والله حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب حبيبي. كده داخلين على بحيرة البرولوس. هناخد لفة افرجكم على المركب. هنا هنقعد قاعدة كده لذيذة، وده الحمام، بعدين عندنا السطح فوق بقى. كده احنا اتحركنا من قرية المقصبة اللي ورانا دي اللي احنا كنا واقفين فيها علشان نتجه على قرية الشخلوبة. الطريق تقريبا هياخد مننا ساعة. احنا كده في قلب بحيرة البرولوس. الجزء اللي احنا فيه ده مية مختلطة، مالحة على عذبة، احنا في الوسط. في الجزء بقى الغرق الشرقي بتاعها بيبقى مية مالحة، وهي محمية طبيعية أراضي رطبة. شجر بامبو. نوع من انواع البامبو. نوع من انواع البامبو جايبينه من دسوق. عمق المياه هنا طبعا ضحل، واقصى عمق ممكن تلاقيه في البحيره دي كلها مترين، يعني هنا ممكن تلاقيه اقل من مترين كمان. فانت ممكن تقف في المركب وتمشي بس بالعصايه.
بتتفرج برضو من تحت. فدي كده اوضه الناس ممكن تنام هنا بالليل. ها هم بيبيتوا هنا اساسا. واللي انا مش شايفها دي طبعا كنت هقعد عليها طباخ، وهي عين كده، هي عين بوتاجاز واحده شغال على الانبوب. طب احنا بالعين الواحده دي كده احنا بنسوي الرز بالسمك بكله في حله واحده صح؟ لا امال ايه، هنسوي السمك الاول وبعدين ننشي السمك ونحط الرز مطرح السمك فيشرب بقى من ميه السمك. يشرب من ميه السمك. هو ده عندنا سمكه لوت وسمكه قاروص وسمك بلطي، وهي هيتعمل لنا صياديه اصيله في وسط، يعني دلوقتي في وسط البحيره مش شايفين اي حاجه طبعا، بس الجو هنا تحفه. رز الصياديه والسمك، وبص يعني طالع طازه واحنا في قلب البحيره. حاجه حابه صراحه قام بالواجب كله وعامل لنا اكله ايه وهميه. كل ما تزود بصل كل ما الصياديه تظبط معاك. احنا بقى ايه هنديها ونتعشى وننام علشان هنصحى الساعه 3:30 على 4 كده والصيادين طالعين، عشان نفطر بقى. يعني ما احنا هنتعشى ونفطر سمك. حاجه محمد هتيجي تاكل ولا ايه؟ نعم ايوه يلا بينا. صباح الخير، الساعه 6:15 الصبح لسه صاحيين، ده كده ميعاد الشروق. لو بصينا ورانا هنا هنشوف الشمس بدات تطلع. بحيره البرولس بقى عشان مساحتها واسعه جدا مع لون السحاب والميه ولون الشمس في الشروق، الشروق مميز جدا عند الجزيره. فهي جزيره مهجوره ولكنها من اجمل الجزر اللي ممكن تشوفها واجمل منظر شروق ممكن تشوفه. جزيرة الورانا دي طبعا هي واحدة من اشهر الجزر واشهر الصور اللي موجودة على جوجل في مصر، وناس كتير فاكرة ان هي اسمها جزيرة الشخلوبة، ولكن الشخلوبة دي هي القرية. فالقرية اللي ورانا دي اسمها قرية الشخلوبة، والجزيرة دي كانت حلقة سمك، لان زمان كان قرية الشخلوبة اللي هي كلها صيادين بيطلعوا يصطادوا وبعد كده عايزين يبيعوا السمك بتاعهم، مفيش طريق ممهد عشان تقدر توصل للقرية. فكان الناس بتيجي تعرض السمك بتاعها هنا في الجزيرة، والتجار يجوا يشتروا منهم بالمراكب برضو، وبعد كده يطلعوا عن طريق بحيرة البرولوس لأي مكان في طريق علشان يبدأوا يوزعوا السمك ده على جميع أنحاء مصر. انت حضرت الشخلوبه زمان صح؟ طب احكي لنا بقى. بلد ما كانت صغيره يعني، كان مباح اللي بيردم اللي بيردم في البحيره اللي بيردم في البحيرة. فكل واحد جاب له لانش وحول على ومركب كده وحول عليه ايه طوب وردم وعمل الحلقه. وده مكتب طبعا، دي كان بتاع الصيادين، وفي ايه كنب كده للنوم. وده طبعا الميزانه بتجانت محطوطه كده وكده اهوت وبيوزنوا ماشي. وهنا طبعا كان التلج والسمك، وموجود برضو الباب دهوت برضو السمك عشان بيحمل من هنا من ورا من هنا، عشان ما ينفعش يحمل بتاع يد السمك. يعني المزاد شغال هنا والناس اللي يشتري يحمل بيحمل بيعدي من هنا، المركب بيشيل من هنا يودي هناك. دي اسمها عجلة يعني ايه، فبتقعد زي ما هي كده تيجي شهر ماشي. ممكن واحد حرامي يقوم مقاطعها يقوم شاريها من وراهم ماشي، يبقى طالع العطل ايه 3-4 تنفار كانوا رابطينها راح. فبعد الشهر مثلا بيجي يرميها كده زي ما هو رماها كده، ممكن تجيب ب 100 ممكن تجيب ب 50 ممكن تجيب 150 ممكن تجيب 200. هو ورزه بقى، هو ورزه ممكن نفر يطلع له 20 جنيه، ممكن يطلع له 30 جنيه، ممكن يطلع له 50 جنيه. هي بتبقى هي ونصيبها، دي رزقه في المي. دي بقى لما دي طريقه صيد مختلفه، دي انت بتسيبها وسايبها ونسيها سايبها وبتيجي ترميها هي تجيب نصيبها تجيب رزقها. دي شغله يعني عشان يربطها، دي بياخد عليها يوم 3-4-5 تنفار عشان يلموها ويربطوها كده، بياخدوا لها عليها يوم بطوله. انت تطلعوا تبيعوا على العطل دلوقتي صح؟ اه ربنا يرزقكم.
اسمها رداخ. رداخ. يرمي وبعدين يمشي بالمركب شوية وبعد كده ايه يشوف اللي طلع معاه. اي كده في اي سمكة تبع على الارض الغزل جه. كده داخلين على قريه الشخلوبه والورانا ده المزاد. مزاد السمك اكتر مكان حيوي هتشوفه في الشخلوبه. كل واحد وليه دوره. هنا حصاد يوم كل صياد بيتقيم ويتباع للتجار اللي بيوزعوه على كل حته في مصر. هتلاقي ناس كبيره واطفال وستات وشباب وعجله دايره كل يوم، مره الصبح ومره العصر. باربعين جنيه، 45، 50 جنيه، 55، 60 جنيه، 65، 60 وردة. مين بقى اللي بيحدد السعر؟ انت السوق اللي بيحدد السعر. الناس يعني في ناس واقفة يعني ناس كيلو 100 ناس كيلو 50 كده وتطلع. وبعد كده السمك ده بيروح في حتة معينة ولا؟ جامعة الجمهورية. 60 جنيه، 35، 35. طبعا هو الراجل بيقول ارقام، يعني مش عمال يقول ارقام وخلاص، هو بيقعد يعلي في السعر مثلا 10 15 20، بيبدا بتقدير اللي هو شايفه. بعد كده الناس اللي واقفه قدامه بتبدا تشاور له، واحد واقف على 100 مثلا يروح مشاور له، فيروح مسجل اسمه ده البوكس بتاع الحاجه كذا ب 100 جنيه مثلا. اعتقد كده ان احنا وصلنا لنهايه فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات، واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الاماكن اللي انتوا نفسكم تشوفوها في مصر، او ايه المكان اللي انت ساكن فيه في مصر ومميز حتى لو بسيط، نيجي ونصور عندك المكان. وهسيب لكم تحت في صندوق الوصف اول تعليق لينك ابلكيشن جيم فور مي، حملوه وجربوا الفيديوهات وكل الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. هو حدش بيرد عليك يعني. انت بتقعد تعلي وبعد يعني ولا ايه؟ مين اللي بيعلي ولا مين؟ هما بيشاوروا؟ ايوه. انت عايز انا عندي وانا عندي. انا مش فاهم.